الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية وأكواب وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. ما وقف الحجيج بسعيد عرفات. الله أكبر. ما رفع المسلمون أيديهم بالدعاء وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات. الله أكبر. ما لب الملبون وضاف الطائفون وضحى المضحون. الله أكبر. الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعطى فأجزل وكرم عباده ومن عليهم وتفضل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أخشى الناس لربي وأزكاهم في سره وجاره. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قد جعل الله لأمتي العيد وهذا عيدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، إن من معاني العيد العظيمة فحقيقة التواصل والتزاور بين المسلمين وتقارب القلوب فالتراحم والتعاطف والتعاون صفة المؤمنين فيما بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، الواصلون يصلهم الله، والراحمون يرحمهم الله، والمحسنون يجازيهم الله على إحسانهم. وبروا آباءكم وصلوا أرحامكم وأحسنوا إلى جيرانكم وارحموا ضعفاءكم وارحموا ضعفاءكم وارحموا ضعفائكم. يصلكم الله برحمته ورعايته، ويبارك لكم في أرزاقكم وأعماركم، ويدخلكم الجنة مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. القائل: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عباد الله، لقد جاء العيد ليوقد بين الناس العلائق ويقوي التواصل بين الخلائق. يلقى المسلم صاحبه فيسافعه بالمودة،
ويقابله بالبشر والمحبة، يبادله بالسلام ويبادله التحية والوئام، فتنحق عنهما الذنوب والآثام. قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده تحاطت عنهما ذنوبهما كما تتحاط الورق من الشجر اليابسة في يوم ريح عاصف. إن هذا اليوم يا عباد الله يوم عبادة وعمل ونسك ودعاء، إنه يوم الصفاء والصدق والمحبة، يوم الحب والوفاء، يوم البذل والعطاء، يوم الإنفاق والعطف على الفقراء. هذا يوم تمسح فيه دمعة اليتيم، هذا يوم بر الوالدين، هذا يوم زيارة الأرحام والأقارب وتفقد المساكين وزيارة المرضى وإدخال البهجة والسرور على الأهل والجيران. فهو بحق أعظم الأيام، هو يوم العيد الأكبر، هو يوم الحج الأكبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. أيها المسلمون عباد الله، إن من أبرز معاني العيد إظهار البهجة والسرور في البيت ومع الناس، ترويحا على النفوس وانشراحا للصدور. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب في هذا اليوم إظهار البهجة والفرحة، وكان يلبس أحسن ثيابه ويأمر بالتوسع على الأهل. عباد الله، إن التكبير شعيرة من شعائر العيد، يعظم المسلم فيها ربه سبحانه ويمجده، ويعبر فيها عن شكره وفرحته وامتنانه لربه. ولذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالتكبير من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويتأكد ذلك عقب الصلوات المفروضة. واعلموا رحمكم الله أن نحر الأضاحي أمرنا الله تعالى أن نتقرب به إليه، وقد أمر الله تعالى بذلك لنبيه، فقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فإن ذبح الأضاحي أحب الأعمال إلى الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. عباد الله، أحيوا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بذبح الأضحية. اللهم ارزقنا اتباعه ومحبته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، واسكننا في الجنة بجواره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، وسبحان الله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأسيلا. أيها المسلمون عباد الله، لقد وصانا ربنا بالتمسك بهذا الدين، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المسلمون، إن دين الإسلام كالبناء الشامخ، له أسس وأصول وقواعد، وأهم أسسه التي لا يقوم إلا عليها شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. أيها الإخوة والأخوات، من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين.
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الآباء والأمهات، أيها الآباء والأمهات، تقع مسؤولية التربية والعناية بالناشئة في أعناقكم، وأنتم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وإياكم، وإياكم والتفريط في ذلك، فقد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن فرط في أمانة التربية، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الشباب، أيها الشباب، بنين وبنات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بالتمسك بدينكم الإسلامي، وأن تتخلقوا بأخلاقه، وتتأدبوا بآدابه، وتدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تتصلحوا لذلك بإصلاح العلم والمعرفة. فطوبى، فطوبى لكم إن تمسكتم بدينكم ودعوتم إليه وتخلقتم بأخلاقه وتأدبتم بآدابه هنيئا لكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الشاب المسلم الملتزم بأنه في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. جعلني الله وإياكم من الذين يستظلون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عباد الله، أوصيكم بالتوبة النصوح، أوصيكم بالاستغفار من الذنوب والخطايا. يقول الحق تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام، هذه الأيام الثلاثة التي تبدأ من يوم غد، هي أيام التشريق، هي أيام التشريق الثلاثة، ويحرم صيامها لغير الحاج كما يحرم صيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، فاكثروا فيها من ذكر الله تعالى، أكثروا من التكبير والتهليل والتحميد بأكبار الصلوات وفي جميع الأوقات طاعة وشكرا لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ الحجاج والمسافرين، اللهم احفظ، اللهم احفظ الحجاج، اللهم احفظ ضيوفك وحجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، ويا رب العالمين احفظهم في حلهم وترحالهم يا رب العالمين، وعد بهم الى اوطانهم سالمين، سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.